السلام عليكم غزالات، مرحبا بكم في القناة. في إطار الوصفات الصحية والجديدة الجديدة فعلا، غنتقاسم معكم طريقتي في تحضير هاد الكسكسو بالتفاية، وكذلك دخلت فيه خضيرة اللي هي القرعة وخيزو، فقط شوية ديال الحمص. فعلا تيجي لذيذ بزاف بزاف، وان شاء الله الطريقه ديالي غادي تعجبكم. وكذلك انا مصايباه بواحد الطريقه صحيه، حتى من البلبوله اللي مستعمله البلبوله ديال الذره وديال الشعير وديال الايلان. المهم كسكسو مكمول صحي بلدي 100%. نخليكم مع الطريقه والمكونات. اول حاجه انا جبت هنا الكميه ديال الدجاج اللي غادي نستعمل. انا بغيت الكسكسو بالدجاج، وعندي هنا الدجاج البلدي، حيت الدجاج ديجا انا جبته يومين هادي وغسلته داكشي وقطعته ودرته في الفريكو، حتى بغيتو دابا دركا دابا جبته. انا عندي هنا الدجاج البلدي في الروج هذا، دونك راه غادي يحتاج شويه طياب. دابا صافي غادي نزيد عليه التوابل. بالنسبه للتوابل اللي تنحتاج في الكسكسو، انا عندي هنايا الخرق ومعرك، تنكثر فيه صحي وتيبن لينا المذاق ديال الكسكسو ديالنا. تندير فيه واحد المعلقه كبيره، كذلك القزبر يابس حبوب تندير فيه واحد المعلقه كبيره. جربوا وبقاو تدخلوا القزبر يابس حبوب في الماكله ديالكم، في الكسكسو، في الكفته، في الحوت، في اي حاجه درتوها، في اللحم، في الدجاج، المهم تيعطي واحد المذاق زوين، وهو المذاق ديالو محايد ولاني فائده ديالو كثيره. كذلك عندي هنا الملحه، وعندي هنايا سكينجبير تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال سكينجبير، وواحد القياس ديال الابزار تقريبا واحد نص معلقه ديال الابزار على حسب. غنزيد عليهم واحد الكويس ديال الماء. صافي القياس اللي تشحر فيه هاد القامه هادي. غادي ندوز للبصله اللي غيخصني باش نقطعها، نقطعها مشنفه. راكم عارفين التفايه تتبغي البصله، دونك انا نحاول باش نقطعها مشنفه. وغندير بعدا كنا القياس اللي غادي ندير فيه الكسكسو الاول يطيب. المهم هنا كما تتشوفوا معايا راني ضفت ليه واحد الكاس تاع الماء، غير فين تقلى شويه ديك التوابل باش ما تحرقش. وصافي عاد باش غادي نضيف السمن وزيت الزيتون. دونك هنايا من بعد ما تشحر عندي داك الدجاج وحاولت باش انه تشرب شويه القامه، غادي نضيف دابا زيت الزيتون تقريبا واحد نص كاس تاع زيت الزيتون، وغنضيف كذلك البصله بحال ما هكايا. تقريبا عندي هنايا واحد ثلاثة ديال البصلات اللي قطعتهم بحال ما هكا مشنفين. دونك في هاد الاثناء اللي الدجاج ديالي تيتشحر غادي ناخذ باش نبدا في الكسكسو. بالنسبه انا عندي هنا الكسكسو اللي جبت لكم هادو، جيت هنا بحال هادوك اللي تيبيعوا الايس كريم حاطين دوك السوبيرات ديالهم، ولكن هادو السوبيرات اللي دايره فيهم داك البلبوله الشعير، البلبوله ديال الذره. بحال انا عندي هذه البلبوله ديال الذره ديال الدار، الله يحفظ ليا الوالده مسكينه هي اللي مصايبه ليا هادشي كامل. عندي هنا هذه البلبوله ديال الشعير الغليظه، هذه الغليظه، وهذه الرقيقه. كلشي هادو راه تنديرهم انا في الكسكسو. وعندي هذه الرقيقه كاع، ها هي البلبوله ديال الشعير رقيقه كاع. وعندي هنايا هذه البلبوله ديال القمح، ها هي. وفاش كنت مؤخرا في اسواق السلام تلاقيت واحد الجمعيه اللي تتبيع هذا الكسكسو ديال الشعير بالخرطال، دونك حتى هو يا خديته. دونك انا يا غنى غادي ندير ان شاء الله اليوم غندير الكسكسو ما بين الذره وما بين البلبوله ديال الشعير وما بين هذا الكسكسو ديال الخرطان. يعني انه انا الكسكسو ديالي كذا تنديرو، فاش تنجي ندير سميتو ماشي نقول مثلا الشعير بوحدو ولا الذره بوحدها ولا كذا اللي كاينين عندي ولا القمح بوحدو، تنخلطهم. بحال دابا ان شاء الله غادي ندير من هذا، بلاتي نوريكم البصله شنو دارت ليا. ان شاء الله غادي ناخذ واحد الكميه من الذره، اذا هذا هو الكسكسو ديالي. وكدايا دائما انايا تندير تنخلط ما بين انواع البلبوله اللي كاينه عندي، بحال هذه هي البلبوله ديال الذره
شفت تبارك الله كي دايره صفرا مزيناتها بلديه. كذلك انا عندي هنايا الشعير ديال الدار مصايباه الام ديالي في البيت، كذلك هذا عندي شريته من جمعيه. دائما تنبغيو انا نشجعو بحال هاد الجمعيات اللي تيديروا بحال هاد الحويجات بلديين بالشعير وبالخرطان. وهنايا عندي بالبلبوله ديال القمح، هذا هو دائما الكسكسو ديالي، تنحاول باش نخلط ما بين البلبوله اللي تيكون عندي وتيجي ما نقول لكم رائع بزاف بزاف. هذا المذاق ديال الدرا تيعطي واحد المذاق واحد التعليكه بحال ديال باداز. الشعير الفوائد ديالو لا يعلى عليها، راه هي معروفه. ايوا وتنديروا شويه ديال القمح وشويه بحال هذا فيه الخرطال كل مره. وشنو تندير دابا؟ صافي غادي نخلط هاد البلبوله، غناخذ نضيف ليهم دابا الماء. دونك دابا غادي نضيف واحد المعلقه ديال السمن، وكذلك غادي نضيف الحمص. انا الحمص اللي ديجا عندي مرقداه ليله كامله، وتنديرو بحال هكا في بلاستيكات في المجمد، وقيت اللي بغيت نستعملو سواء في الحريره سواء في الكسكسو تنجبدو بحال هكا. بالنسبه للدجاج ها هويا راه هويا تدخل في شويه في الطياب، ولا صوص هاي المريقه. دابا غادي نزيد الحمص ونزيد السمن. ضفت تقريبا قد كذا ديال السمن، صراحه ما تصورتش اللقطه، وضفت كذلك الحمص. صافي، ودابا تروي غير من الجنب بحال ما هكا. بالماء ضروري يكون الماء غليان. صحابني واش كنت تنصور الساعه؟ لا ماشي مشكل، راكم شفتوا الحمص، كميه ديال الحمص مع السمن، معلقه كبيره ديال السمن هما اللي ضفت، والماء تقريبا اللي يطيب فيه داك الدجاج مع الحمص. وغادي نسد دابا، غنخليه غير بين ما بدا يغلى هاد الخليط هذا، وديك الساعات باش ندير التفويره الاولى ديال الكسكسو. دابا هو الكسكسو ديالي من بعد ما شرب داك الكميه ديال الماء اللي درت، دابا غادي ناخذ نديرو في الكسكاس باش نغطو يفور. دابا نجيو للتفايه. درت في الكوكوت واحد الكميه ديال البصله، تقريبا واحد 3 كيلو حتى 4 كيلو ديال البصله. تنديرها انا في الكوكوت، ودائما حاولوا باش ديروها في شي حاجه ثقيله باش ما تشدش وتحرق لينا. ضفت عليها واحد المعلقه ديال الزبده. غنضيف دابا التوابل، غندير الخرقوم، خرقوم عرق من مزروبه، تندير عيني ميزاني كذلك. بغيت نقرب لكم الكاميرا. دونك ضفت هنايا الخرقوم عرق، غنضيف شويه ديال الابزار، القزبر يا الحبوب، غنضيف القياس ديال الملح، غنضيف القرفة، غنضيف سكينجبير شوية. صافي، دونك هذه هي المكونات اللي غادي ندير دابا. غنحاول باش نخلطها كامله هاد التتبيله هادي كدايا، وحتى تشحر واحد شويه، وعاد باش غادي نضيف السمن وزيت الزيتون. اما بالنسبه للزبيب والعسل تيبقاو هما اخر حاجه. دابا هي الفوره ديال الاولى ديال الكسكسو. نحاول باش نحلو، وغادي نسقيه عاوتاني بالماء. الكميه ديال الماء انا تقريبا درت ما بين ايترو نص حتى لجوج ايترو في هذا القياس ديال الكسكسو. تقريبا عندي واحد 4 حتى 5 زليف ديال البلبوله كما شفتوا معايا، درت فيها ما بين ايترو نص حتى لجوج ايترو ديال الماء في كلشي التفويرات، ماشي هاد التفويره الاولى، حيت في الاول هو تيبغي الماء حيت تيشرب، ومن بعد ما نزيدوش الماء بزاف حيت الا زدنا الماء بزاف عاوتاني غينفر. ها هو من بعد ما ارتاح، دابا غادي نديرو الفرن الفوره الثانيه. لحد الساعه راني راميه غير الحمص بوحدو، مازال ما درتش القرعه وخيزو،
على حساب انه اولا الحمص يحتاج الطياب، هذه البلبوله هذه هي كذلك ومثال تحتاج الطياب، وعندي كذلك سميتو الدجاج، راه هو دجاج بلدي فروج بلدي، يعني انه راكم عارفين الفروج بلدي تيحتاج الطياب حتى هو بزاف، ماشي بحال الدجاج العادي الرومي. دونك غنزيد مازال هذه الفوره هذه حتى تفور، عاد باش ديك الساعات نضيف سميتو مش نضيف نضيف الخضره. ايوا نجيو دابا الخضره اللي غادي نحتاج، انا تندير القرعه الحمراء وخيزو نحلها ان شاء الله دابا معاكم. بسم الله على ريحه شحال عاطيه، عرفتوا على ريحه خارجه منها؟ يا سلام نستمر مع هذه القريعه هذه كامله. وبالنسبه للخيزو اللب ديالو كما شفتوا راه هويا احمر، ها هويا، دونك غنحتفظ بيه غنخليه باللب ديالو. التفويره الثالثه بسم الله. غنزيدو مازال التفويره وحده، فالتفويره هذه غادي ندير الملحه وغندير السمن وغنزيدو تفويره وحده مازال. دونك دابا غادي نزيد ليه شويه ديال السمن، الملحه يلا غادي نديرها دابا، دابا الشم يدخل فيه هاد الملحه ومع هاد السمن. اخيب حاجه توقع ليا هو تكمل ليا البوطه، وانايا مازال هذه التفويره الاخرى، انايا ضفت هنايا خيزو مع القرعه الدجاج ديالي راه طاب، هنا البصله مازال باقي ليها شويه وتعسل. وبالنسبه شحال في الوقت، هذه 7 لارو من يتي تفرجوا، دونك خصني نعول على راسي البوطه من هنايا من الفران نديرها هنا في الدروج و جبتها لهنايا باش نركبها يدفي. بالنسبه للبصله انا زدت فيها هنا الزبيب راه هو تيبان، دابا غادي نزيد العسل وندير هاد التعسل مازال اكثر. وبالنسبه لهنايا الخضره راني رميتها خيزو
والقرعه. انا تنخليهم حتى الاخر حيت تنبغي المذاق ديال الخضره، الخضره تبقى ماشي طايبه هاريه، تنبغيها شويه نحس بالمذاق ديال الخضره. صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي ندير التفويره الاخرى ديال الكسكسو بوطا بدار دي بانيت راسيا، ما الا جيت نتسنى حتى راجلي يجي من لاصال بقيناها بلا فطور. دونك هذه هي التفويره الرابعه لهاد الكسكسو. درت فيها السمن ودرت فيها الملحه، صافي وغنديروا الفور. هو راه كل ما فار هذا الكسكسو كل ما كان احسن. انا درت هنا 4 ديال التفويرات، ولكن كل وحده تنخليه مده طويله البوله تتبغي طيب مزيان مزيان باش ما ضرناش في المصارن ديالنا. هنا هذه الكميه هذه ديال الكسكسو هي خليتها فايره جوج فورات، ثلاثه الفورات، باقي لها غير الفوره الاخرانيه راه شويه السحور بحال ما هكايا مع اللبن تجي رائعه بزاف بزاف. دونك البصله عندي ها هي تعسلات، ها هي يا غنزيد مازال، نخليها تزيد مازال تحسن، مازال تزيد توقف. بالنسبه للكسكسو باقي لي فوره وحده وها انا ساليه. دابا صافي غناخد نسكي، غنسكي في هاد القصاريه هادي وفي هاد الطبصيل. بسم الله هذا الطبصيل هو الاولاني. انا درت جوج ديال التسقيات ديال الكسكسو على حساب انه عندنا حنا واحد العاده ملي كنا صغار كبرنا في ماما انها دائما كانت تصيفط واحد القصريه ديال الكسكسو للجامع في رمضان، سواء انه اليوم الجمعه او لا نهار ليله 27 مع الاذان ديال المغرب تتصيفط واحد القصريه ديال الكسكسو اولا في العشاء. صراحه كانت واحد الاجواء زوينه، كانت تمشي ديك القصريه مع الفطور والناس اللي تيكونوا داخلين للجامع تياخذوا يفطروا بها، وماشي غير حنا بزاف ديال الجيران وديال الناس تيديروا بحال هاد القضيه. يعني حدا الجامع ما تلقاش قصريه وحده، تتلقى شحال ديال الناس جايبين قصاري ديال الكسكسو، ودوك المصلين قبل ما يدخلوا تياخذوا بما تقامت الصلاه وكذا تياخذوا يفرقوا بها الصيام. وزعما صراحه كانت واحد عندها واحد المعنى زوين ان بحال الافطار صائم، وكذلك دوك الناس اللي تيكونوا حدا الجامع تيتسناو في الفطور ولا كدايا حتى هما تيلقاو باش يفطروا. زعما صراحه واحد العاده زوينه اللي حاولت انه باش نديرها انا اليوم. كما شفتوا سقيت هذا التبصيل هذا هو الاولاني وصيفطته مع الاذان ديال الجمعه مع الاذان ديال المغرب، وبقى السقيه ديالنا بقيت على خاطري على خاطري هذا باش سقيت الكسكسو ديالنا حنايا. نقول لكم واحد القضيه اللي كانت يعجبني بزاف بزاف في هذيك القصريه هو انها ملي كانت تمشي ولا تيديها الاخ ديالي تنبقاو نتسناو امتى غادي يردها، واش غادي يتكال كلشي الكسكسو ولا غادي يشيط ولا لا. علاش؟ حيت عندها واحد المعنى، يعني انها صدقه وتقبلات صدقه وتستافد منها الانسان، استافدوا منها الناس. وفعلا دائما كانت ترجع ديك القصريه ديال الكسكسو ما فيها حتى شي حاجه، وصراحه كنت نحس بديك الفرحه ديال ماما. وداك الشيء اللي درت انا اليوم اللي مكتبه لي شي حاجه تياخذها، المهم انها صدقه تكون وصافي. هادشي اللي كاين، المهم هو انه الانسان يحاول باش يدير واحد الصدقه وتكون النيه ديالو فيها زوينه. بحال انا نيتي دابا هي انه افطار صائم، وان شاء الله افطار بزاف ديال الصائمين ان شاء الله تكون. ايوا هنا عطيتها لراجلي داها وجلست عاده باش تنسقي على خاطرنا القصريه ديالنا حنايا. فهاد النهار هذا درت الكسكسو بوحدو، حاولت ما نحط حتى شي حاجه فوق الطبله ديال الفطور، لا خطات التمر باش فرقنا الصيام واللبن صافي باش انه داك الكسكسو ناكلو. تبارك الله راه عرفتي شحال انا ما كنتش دايره الكسكسو، تقريبا شي شهرين ما درتش الكسكسو من قبل. دونك كنا توحشناه بزاف بزاف، مع رمضان ما تنديروش، وقبل رمضان كنت ما مدايراش ديجا شحال. صافي داكشي علاش حاولت ما نحط فوق الطبله ديال الفطور حتى شي حاجه، حيت الا مشيت تاكليتي في داك سوا الحريره سوا البسيطلات سوا البريوات صافي ما تتبقايش تنفخي على الكسكسو. لهذا حاولت باش نحطو بوحدو هو واللبن، وصراحه كلينا فيه وشبعنا فيه.
وهذا هو الكسكسو اللي تيعجبني انايا، كسكسو ديال البلبوله، البلبوله ديال الشعير ولا باداس ولا بلبوله القمح، القمح المهم تيكون بالبلبوله وخلاص ديال الشعير، تيجي بها بنين بزاف بزاف. وهنايا راني انا بيسكو انه درتو بداك التفايه ما كثرتش الخضره، اما نورمالمون راه تندير جميع انواع الخضره اللي تتكون عندي، وفعلا تيجي واحد الكسكسو معلك وبنين. حاولوا باش انكم تدخلوا بحال هاد الحويجات اللي بلديين صحيين، ديروا طيبوا بالسمن وبزيت الزيتون، دخلوا البلبوله ديال الشعير في الطياب ديالكم، راه شي حاجه لذيذه بزاف وقيمه غذائيه عاليه عاليه بزاف. دونك ها هو الكسكسو، ها هو كيفاش تيجي، الحبه وختها لذيذ بزاف كما شفتوا معايا انايا درتو هنايا بالتفايا. ولاني اللي مهم هو داك الكسكسو راه تيكون شي حاجه صحيه لذيذه. خلطت انا ما بين انواع ديال السميده، ما بين الذره اللي تتعطي بحال المذاق ديال باداز، وما بين الشعير وما بين الايلان. المهم فوائد ديالو كثيره بزاف، انا درتو هنا بالتفايا وليني تيبقى لكم كل واحد والذوق ديالو. صافي كدا قدمتو، درتو بالتفاي وكذلك بشويه ديال الخضره ومع الدجاج البلدي، ما نقول لكم شهيتكم فيه. نتمنى فعلا انكم تجربوه بهالطريقه، ونخليكم في امان الله. الى بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي، بسلام عليكم.